سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرتضى منصور مطارد مهدد بالسجن وربما الاغتيال بسبب الشهيد هنية. لما استشهد السيد اسماعيل هنية بعض العيال فاهمين غلط، يعني واحد زي اسمه شريف عبد اللطيف ده اعتقد ده كان شغال مخرج وكل يعني شهرته انه متجوز بنت استاذ رشوان طرف، يقول يمسح البوست ده. ايوه لا انا عايز اسال سؤال، هو فعلا هنية قتل منسي؟ لا. طب لو هو قتله الدوله المصريه هتعمل بيان تنديد؟ لا. شيخ الازهر هيعمل بيان تنديد؟ داعش طلعت بيان هم اللي قتلوا الشهيد احمد منسي. مرتضى منصور هو الشخصيه المصريه الشهيره الوحيده التي ترحمت علنا على الشهيد هنية، وهو الوحيد الذي وصفه بالشهيد داخل مصر. أكرر، من الشخصيات المصرية الشهيرة، أما الدولة ومن يخشاها ومن يسير في ركابها فلم يذكروا اسم الشهيد ولو بالصدفة. وهنا وجب أن أعلن أني متحير أيما حيرة في شخص هذا الرجل الذي لولا تشبعه باستخدام الألفاظ غير اللائقة لكان الأفضل عندي في مصر رغم اختلافي معه. أقدم لكم الجانب الآخر لشخصية مرتضى منصور الذي لا يعرفه الناس، أقدمه كنموذج لحالة ارتباك الشخصية المصرية التي نشأت في ظل انقلاب 52 وما بعده. مرتضى منصور ومكونات الشخصية المصرية الطيب والشرس والقبيح، هل أستطيع إنصافه رغم أنه قد سب شرف أمي المتوفاة منذ 30 عام والتي لم تكن تترك كتاب الله من يدها حتى توفاها الله؟ هل أنجح في هذا الاختبار الصعب؟ الوجه الآخر للشخصية المصرية مرتضى منصور أحد صناعية مصر. الوجه الآخر بورتري. الأرض دي أرضي مش أرضي ولا العباد ولدي. مرتضى منصور هذا الشخص الغامض عالي الصوت حد الصراخ صاحب المعارك المتناقضة، فهو ضد ثورة يناير لكنه أيضا ضد انقلاب 52. ملعون أبو هذا الكرسي، ملعون أبو السلطة في أي مكان، حتى لو صاحب مصنع، حتى لو رئيس تلفزيون، حتى لو رئيس قناة، حتى لو محافظ، حتى لو وزير، حتى لو ملك. فجمال عبد الناصر اتغير، وبعدين ايه، هو صفى كل زملاء واحد واحد. كمال الدين حسين كان وزير التربية شاله، عبد الناصر النوري اتضرب بالجزمة من البوليس الحربي جوه مجلس الدولة، والمستشار حافظ اللي كانوا حاطينه اللي هو عمل لهم الوصاية ضربوه. لا، كان عهد ربنا ما رجعه تاني. العهد رجع تاني يا معالي المستشار، وأشد عنفا وتنكيلا، بس انت ما تقدرش تتكلم عنه لأنك داخل المطحنة، وأكيد انت معذور. بتحب مرتضى أو بتكرهه، لازم تشوف الحلقة دي وتعرف انه مش مرتاح ومش مبسوط، وما بقاش قادر يصبر على انقلاب كل القيم ولا انحلال واحتلال وإذلال هذا الشعب. شوف مرتضى منصور كما لم تشاهده من قبل، بس وانت بتشوف قول ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. حد كان يعرف رأي مرتضى منصور في عبد الناصر وانقلاب 52 قبل كده؟ شوف ويعرف. محمد فوزي اتبهدل، جمال عبد الناصر أمن من الشركة بتاعته وشغله فيها موظف 50 جنيه في الشهر لأنه مرضيش يغني لجمال عبد الناصر الوحيد. غنى المصر محمد فوزي رفض، وغنى المصر بلدي أحببتك يا بلدي، الأغنية بتاعته الجميلة دي. وبعد ما كان رئيس اللي هي الشركة بتاع الاسطوانات الموجودة دلوقتي، أول شركة بتابع اسطوانات في مصر، هو أمم الشركة وعينه موظف. أنا بزل لك بقى. عبد الناصر يا معالي المستشار أذل كل مصري طالب بالحرية وأن يسترد حقه في اختيار من يحكم وطنه. عبد الناصر أسس لحكم الدكتاتور العسكري في مصر، وسار كل عسكري على خطى وخط عبد الناصر إلى أن تم زرع من ليسوا مصريين ليحكموا مصر تحت عنوان عريض اسمه الجيش حامي الحمى، ولا يملك أي أحد الاقتراب لأي أحد يرتدي البدلة الكاكي.
مش كده ولا انت لسه ما خدتش بالك يا معالي المستشار ان مصر قد تم زرع يهود داخل جسمها، وتم تصعيدهم كما زرع وصعد إلي كوهين في سوريا، وكما زرعت الجاسوسة الصهيونية كاثرين بيرز في إيران، وقد تزوجت أكثر من 100 شخصية إيرانية مقربة من قمة رأس الحكم في إيران. تفتكر أنت مصدق أن في وزراء ورجال أعمال مصريين ورجال في الجيش المصري يهود في الجسم المصري؟ ولا أنت مش قادر تصدق الحكاية دي؟ أنا متفهم موقفك لأني زيك وكنت زيك، ما كنتش ممكن أبدا أصدق. ما أنا واحد من اللي اتضحك عليهم بالأغاني والأناشيد الوطنية وناصر يا حرية. فيلم كشف المستور لنبيل عبيد كان يتحدث على أن جهاز المخابرات كان يجند شخصيات نسائية، والهدف كان من أجل مصلحة البلد. يعني أنت حتنامي مع فلان وهذا عمل وطني من أجل مصلحة مصر. شوف، هو ميكيافيلي في كتاب الأمير كتب الكلام ده، الغاية تبرر الوسيلة. بس الغاية إذا كان الوطن فالوسيلة قذرة جدا 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 جدا، لأن أجهزة المخابرات اللي زرعوا رفعت الجمال اللي هو رأفت الهجان، اللي مسكوا جوه إسرائيل سنين طويلة، كل دي مخابرات. وعشان كده اتحاكم، هو صلاح ناصر اتحاكم وخد أشغال شقة مؤبدة ليه. ناصر يا حرية، ناصر يا وطنية، هي دي الوطنية يا معالي المستشار، سراير المخابرات. اتحاكم لأنه كان لازم يتقدم حد كبش فدا بعد الهزيمة المذلة من أوباش الأرض. فيناتشي، فكان صلاح نصر هو كبش الفدا. نصر اللي قال في مذكراته أنه كان بيقدم الأفلام المصورة على سراير المخابرات اللي كان بينفذها القواد الضابط موافي اللي أصبح وزير إعلام قد الدنيا صفوة الله شريف. سمعت أن الزعيم كان بيشاهد هذه الأفلام في غرف ولا غرفة عرض السينما في فيلا الزعيم، ولا لا يا معالي المستشار؟ الاعتداء على شرف نساء مصر يا معالي المستشار منهج استخدمه العسكر من 52. اوعى تظن أن أفلام نجيب محفوظ اللي سمح بعرضها كانت مجرد أفلام للتسلية. ابحث وفتش عن كرنك والمشاهد التي مورست مع سعاد حسني في الفيلم، مورس ما أفظع منها في الواقع. أقول لك في ودنك يا معالي المستشار مرتضى منصور، بما إنك أحد صناعية القانون والمحاماة في مصر، معلومة جديدة عليك بس هتتخض لما تسمعها، يمكن تكون أول مرة تسمعها في حياتك. أكتر من 4500 سجينة مصرية سياسية في سجون مصر لا جريمة قد ارتكبوها إلا أنهم اعترضوا سياسيا، أو أنهن زوجات شخصيات اعترضت سياسيا. لعلك يا معالي المستشار لم تعرف ولم تسمع أن هناك أكثر من 65,000 مصري أصحاب رأي موجودين في السجون لأنهم لهم رأي يخالف هذا النظام الذي دعوت أنت بألا يعود مرة أخرى لكنه عاد أكثر شراسة. فما هو رأيك وماذا تملك وأنت أحد أشهر المحامين في مصر؟ هل ستتقدم بالدفاع عن سيدات مصريات معتقلات دون ذنب؟ تصدق يا معالي المستشار أن كل تلك السيدات مسلمات فقط؟ هتصدق إن شاء الله، هتصدق أكتر لو رحت وشفت بنفسك. وأنت من أنت وما أدراك ما أنت في عالم القضاء والسجون والقضايا؟ اجعل فك أسر تلكم السيدات قضية ما بقي من حياتك يا معالي المستشار تربح. والله نسأل أن يطيل عمرك حتى تحررهن، ولا تحتاج إلى الياسين 105 ولا المسيرة الزواوي. هن يحتجزن في سجون مصر فقط، يحتجن إلى الشجاعة والتحلي بالرجولة والعزيمة التي تملك منها أنت الكثير. ملحوظة في هامش الطلب، لو وجدت أنهن مجرمات فأنت بريء من هذا الطلب. يا جماعة الفرعون ده كان كافر. الفرعون ده هو ما كانش يعرف ربنا. هو أنت فرحانك فرعون؟ مصر يا مصر، مصر بلد عظيمة بتاريخ عظيم. هات لي بلد ذكرت في القرآن بشكل مباشر 4 مرات و19 مرة بشكل غير مباشر. مصر، مصر ليست فرعونية. أراء لا تصدر إلا من شخص واعي عارف حقيقة وخطورة هذه الموجات التي يراد منها عزل مصر عن محيطها العربي المسلم. مرتضى منصور فيما مضى لابد أنه يمثلني ويمثل رأي ملايين مثلي، لذلك أقف حائرا، من هذا الرجل؟ هل هو صاحب الرأي الحر؟ أم أنه السباب اللعان؟
لي تجربتين مع مرتضى منصور. الأولى اتصال تليفوني بيني وبينه من 11 سنة أو 12، وكان حوارا مهذبا وصوته كان مهذبا، ليس هو مرتضى منصور الذي يصاب بإغماءة الشهرة والإعلام حين يشاهد الكاميرات والتليفونات التي تقوم بتصويره، وكأنه يوقظ بداخله مرتضى الطفل الصغير في حواري شبرا، هذا الطفل المختبئ داخل هذا الشخص وقد أغلق على قناعاته التي تقول اشتم اصرخ ارفع صوتك، كله يخاف منك، كله ينفذ أوامرك. حقيقة من يبحث عن هذا الرجل سوف يجد موجود في صفحة تاريخ مصر رغما عني. هل أستطيع أن أنصف هذا الرجل؟ شهرة بتجنن، الفلوس بتجنن، السلطة بتجنن، مش كده؟ وده أسوأ شيء في الدنيا، إن بني آدم يجيله مال أو شهرة أو صحة أو نفوذ ومش مستعد. طب يجيله الخلل اللي احنا شايفينه ده خلل. نعم صدقت، الشهرة بتجنن، لكن ومن باب الإنصاف مرتضى منصور الشخص الوحيد الذي جرؤ على وصف رامز جلال بأنه ماسوني، وهذا الوصف وتلك الصفة لو تعلمون عظيمة، ومن يفصح بها مصيره البهدلة في أقل تقدير. مرتضى منصور الشخص الوحيد الذي تصدى لفجور سما المصري الراقصة التي عملت على نشر الفساد والفسق، ولم يتركها مرتضى إلا في السجن. مرتضى منصور هو الوحيد الذي جرؤ على وصف أحمد دياب ديب حزب مستقبل وطن اللي مكوش على كل حاجة، وصفه بما فيه ووصف والده بأنه لص أموال الشعب، ولم يجرؤ غيره أن يتصدى له. مرتضى منصور هو الوحيد الذي كشف فساد أحمد شوبير وبداياته وحقيقاته، بل وعلاقاته المشبوهة التي شوه بها نفسه بنفسه. فما أحط من رجل يصبح العوبة لشهواته، بل ويستغل النساء ماديا لمصلحته. ما أخذاك وما أحقرك من رجل؟ مرتضى منصور هو الوحيد، بل الأول فيما أذكر، الذي تجرأ ووقف أمام عادل إمام والفنانين في أشد أوقاته واقترابه من السلطة، بل حكم عليه بالسجن وقدم استقالته على منصة القضاء في سابقة تاريخية. لذلك أرى أن مرتضى شخص محير، أتمنى أن تستقر شخصيته في قالبها الحقيقية الذي هو رجل من مصر، صنايع قانون يدافع فقط عن المظلوم، فهل يمكن أن يصبح هكذا؟ فقلت له بس عادل خلي بالك انت شتمتني، وانا من شبر ورود بالفرج وراجل من بشلوش بالامر، وانا هضربك بكره في المحكمه، فجهز نفسك. فجي وجاب، كان هنا بيعمل شاهد ما شافش حاجه، فكان معايا العيال اللي هم عضلاتهم تعبت معضلين، يعني كل واحد مثلا مع 10 15 واحد من اصحابه جابوا المحكمه. فربنا كرمنا يعني، لقوا يعني ايه اللي حصل بالضبط؟ انا عاوز اعرف. لا اللي انضربوا كلهم طبعا. هي دي اخلاق الحواري اللي تربينا كلنا فيها. انا افهم نفسيه وعقليه مرتضى، لان ايضا من حواري الجيزه، اتربينا على اخذ حقنا بدراعنا. مرتضى لم يستطع ان ينسى تربيه حاره شبرا، رغم انه كان لازم يختزن هذه التربية في مربع مظلم بعيد داخل ذاكرته يتخلص منه، لأنها لا تناسب ما رزقه الله من مكانة اجتماعية وشهرة كان يليق به وبها الرقي في التصرف. لكن العجيب الغريب أن مرتضى ما زال وهو في 70 أو 72 من عمره ما زال يرى أن استخدام الدراع واللسان هو الأنسب. لذلك أقول أنا محتار مع هذا الرجل، هل هو حقا أحد صنايعية مصر، أم أنه موهوب محترف قانون افتقد في مشوار حياته النموذج الذي يأخذ بيده وعقله ووجدانه ويصحح ما أفسده المجتمع والحالة المصرية فيما بعد انقلاب 52؟ مخطئ من يرى تلك الشخصية كلها حلو أو كلها مر. مرتضى منصور ابن ثورة يوليو 52 أو انقلاب يوليو كما أصبح يراه هو، هو ابن هذه المرحلة. فقد ولد منصور في 17 يونيو 1952، أي قبل انقلاب الضباط الذين استخدموا اللواء نجيب ثم ألقوا به في الإقامة الجبرية إلى أن مات الرجل. ولد قبل الانقلاب بشهر كامل وستة أيام. رأى هو كما نرى نحن أن عبد الناصر استخدم الكل وظلم نجيب وأهانه، فأين إذن منطقة الخلاف مع مرتضى منصور؟ فجمال عبد الناصر بقى عنده يقين
ان طول ما نجيب مع موجود الاخوان ايه هيساعدوه. فوداه فيلا حقيره فشل لقطط وكلاب بتاع زينب الوكيل. تبع قطط وكلاب؟ قطط فيلا مهجوره يعني. ودا محمد نجيب عندها فيلا مهجوره. ما هي مهجوره طبعا لان صادروها. صادر كل حاجه. والراجل ده قاعد مع القطط وابنه اشتغل سواق تاكسي. ابن محمد نجيب اول رئيس جمهوريه لمصر اشتغل سواق تاكسي. مرتضى كما هو هنا مصري شايف الصوره واضحه زي اي مصري غير مغيب، عارف الظلم فين وبيحصل ليه. طيب ليه ما بينصفش المظلوم وهو قادر وجامد، ولا هو مش جامد ولا حاجة؟ واحنا صدقنا ده لانهم رسموا هذه الصورة خلال السنوات اللي فاتت، بدليل انهم شالوه من الزمالك احب الكيانات لقلبه وابعدوه عن مجلس الشعب وابعدوا ابنه برضو عن المكانين، بل اغلقوا في وجه الرجل كل وسائل الاعلام التي كانت مفتوحة له على مصراعيها، فجأة اغلقت حين كانوا يحتاجون لصوته وصورته وصراعاته الاعلامية. انا محتار، بل قل اني زعلان ان مصر تفقد ولادها بفعل الصهاينة. أيوة اليهود الأعاجم والصهاينة العرب المستعربة. من يدمر رموز مصر لن يكون إلا صهيوني مزروع في جسم مصر. أيها السادة لعلكم تشاركوني الآن بهدوء فهم شخصية وشخص مرتضى منصور الذي لا يمكن إنكار وجوده في تاريخ مصر، وحين يرحل سيكتب عنه حلوا أو علقم. منصور حالة مصرية خالصة بكل ما فيه من عناد ورغبة حقيقية في التفوق، ممزوجة تلك الرغبة بالعنف وارتفاع الصوت حد الصراخ بل والديكتاتورية. فشخصيته المغلفة بالألفاظ النابية هي شخصية ديكتاتور يحب ذاته حد الجنون. مرتضى ابن هذه المرحلة التي ينتقدها بموضوعية الآن، تلك المرحلة التي أنتجت الفشل المصري في 67 والفشل الاقتصادي بتأميم ممتلكات الناس وإهدارها في صناعة الزعيم. من هذا الرجل؟ هل هو حقا محبا للحق مناصرا له، كارها للفجور محاربا له، أم أنه المصري ابن هذه المرحلة العسكرية الإنقلابية التي جاءت ولم ترحل؟ نعم أنا مثال للمحامي الفاسد، بل أكثر فسادا مما يتصوره أستاذي. أنا ابن لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها. تفتح وعي مع التجربة الناصرية، آمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتجرعت مرارة هزائمها وانكساراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقط كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيلة. أدركت قانون السبعينات ولعبت عليه وتفوقت، تاجرت في كل شيء، في القانون والأخلاق والشرف. أنا لا أنكر شيئا ومستعد للحساب وتحمل المسؤولية، بل أكثر من ذلك أعترف أمامكم بأنني دخلت هذه القضية طامعا في مبلغ تعويض ضخم. نعم كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. نعم كلنا تاجرنا بمصر، كلنا دخلنا هذه القضية من أجل أنفسنا إلا من رحم ربي. نعم كلنا أبناء هذه المرحلة ومنصور أحدنا. بيناتشي لا أبرئ منها أحدا، نحن أبناء الحقبة العنترية الكاذبة الظالمة المليئة بالسواد والثقوب التي أنتجتنا جميعا ونتمناها اليوم في ظل هذا الانكسار. نحن أجيال الفشل الذي لم يحقق لبلده شيء ولا لأمته. نحن الذين افتقدنا القيم واحترام الآخر حبا في أنفسنا وحسب. لم يحقق أحدنا نجاحا وتفوقا إلا خارج حدود الوطن حين أتيحت لنا الفرصة فتفوقنا، ولكنه تفوق منفرد لصالح أنفسنا ليس لصالح الوطن. مرتضى منصور الذي اتهم عبر الإعلام المصري بتهم شاذة
هي أعظم مما اتهم به أحمد زكي في ضد الحكومة من أستاذه المحامي الكبير الذي أراد أن يرفع عنه الستر أمام المحكمة ليقتله قتلا معنويا فيفقده ثقة المحكمة والموكلين والمتهمين وحتى حديد قفص المحكمة وكراسيها. اتهموا منصور ليتخلصوا منه وارتأوا أن وجوده خطأ وخطر لأنه ما زال يحمل في جينه حب الأرض والوطن وكراهية الصهيوني والخونة. نعم أختلف مع منصور لكني لا أشكك في حبه لبلده ووطنيته أبدا. نعم أرفض مصطلحاته وبذاءة بعض الألفاظ لكني أتفهم لما وصل إلى ما وصل إليه حين افتقد النموذج والقدوة. مرتضى منصور بتركيبته المقاتلة تلك آه لو نشأ في بيئة ومجتمع مختلف يقدر الموهبة والإصرار والعزيمة والتميز لأصبح شأنه في مجتمعنا عظيم، بل لكان جديرا به حكم مصر كلها، ولكن دون ظلم أو بذاءة ألفاظ أو الانتصار بالصوت العالي والتلصص على خصوصيات الناس وحب الذات. قدمت مرتضى منصور الذي أختلف معه كأحد صناعية مهنة المحاماة في مصر الذي سيذكره التاريخ رغما عن كارهيه. قدمت النموذج الذي أراد أن يتميز فأفسدوا عليه تميزه أو سمحوا له التميز إلى حين ثم سحقوه خوفا على أنفسهم وكراسيهم. نحن في أسود الحقب وأمرها ومع ذلك أنتجت هذه المرحلة مرتضى منصور ويحيى الأزاز كأبناء تلك المرحلة. أراد كل منهما كنموذجين أن ينتصر لنفسه وبلده ولم ينجح كلاهما في الاختبار. اختار منصور الصوت العالي والسديهات والألفاظ الخارجة والاتهامات الشنيعة التي رأى أنها إحدى أدوات المرحلة، لأن ابن حواري شبرا تعلم منها أنك إن لم تكن صاحب صوتا عال داست عليك الأصوات العالية وأسفاه على يوسف. وفي المقابل اختار عالم الجيولوجيا يحيى الأزاز كقرين شخصية المرحلة، الصوت الخارج من القلب دون خوف أو مضراء أو حسابات لأنه ابن قنا صعيد مصر الطاهر. لذلك دخل مرتضى منصور السجن ودخله أيضا القزاز، كلاهما سجن لأسباب مختلفة. مرتضى أهان أحد أصحاب المناصب لكن الأزاز اختار أن تكون الإهانة لأعلى رأس كما هو حال الصعيدي إذا ما أراد التحطيب، لا يرفع الشومة إلا أمام أشدهم وأشهرهم. أهان رئيس الجمهورية والتهمة كانت المطالبة بالحرية للنساء المعتقلات والرجال المعتقلين، الصراخ بالتوقف عن بيع أرض مصر والعرض. نحن أبناء هذه المرحلة وكلاهما يمثل حياتي وعمري وتاريخ بلدي. هذا هو جيلي الضائع الحالم بحلم لم يتحقق إلا خارج حدود الوطن. نحن الذين وصفنا مرتضى في آخر فيديو له بأننا عيال، يقصد مذيع قناة الشرق. أقول لك يا سيادة المستشار كما تحب أن يطلق عليك، أقول لك من على شاشة قناة الشرق أنا أحد العيال اللي بيظهروا على شاشتها. أحاول أن أنصفك رغم أنك كما تعلم سببت أمي في شرفها عليها رحمة الله. أحاول أن أنصفك لأن الإنصاف حق وأنه عزيز. هددوك بكل شيء من أجل أن تحذف بوست الترحم على الشهيد إسماعيل هنية. دفعوا النابحين ضدك ينبحون، فلم تخف ولم تحذف بل وأكدت الترحم ووصفت بالشهيد صوت وصورة. تلك هي الرجولة. حتى ولو وصفت مذيعي قناة الشرق بأنهم شوية عيال، فالعيال دي مجرمين. العيال دول ثلاثة خر. العيال دول بتوع محمد ناصر وزوبع ومعتز مطر والواد سميح والواد التاني اسمه أحمد عطوان والتالت ما انسى اسمه ودهمل كده. أقول لكم أن مرتضى منصور الذي أرفض بذاءة الألفاظ التي يستخدمها والتي لا تليق به أو بسنه أو ما وهبه الله من تميز وشهرة وحب كثير من الناس، هذا الرجل ما زال يربكني أشد الإرباك. فهو نموذج ومثال لكثير من المصريين، منهم من يراه قائدا ومنهم من يراه شيطانا، وأنا أراه قائدا ألبسوه رداء الشيطان لأن تلك الشخصية كان لها مكان في وقت ما كما هو حال مصطفى بكري والفرق بينهما كبير. مرتضى منصور الذي غضب من زملاء الشرق لأنهم غضبوا من محمد رمضان لأنه لم يعزيه في وفاة أخته عليها رحمة الله، غضب هذا في غير محله لأنه هو
من كان قد وصف محمد رمضان بأنه قليل الأصل. وفاء هي اللي شغلت محمد رمضان في التمثيل، الأخت اللي أظهر على طول. فلقت ولد بيعيط، ده بالشبشب وده مش عيب، ادت له 20 جنيه هو اللي بيحكي. قلت له تعالى بكره. رحلها تاني يوم ادت له روح، ما بيعزيش. كل انسان عنده ايه؟ عنده اصل. صح. وده اصل. هذا هو وصف منصور لرمضان، انه قليل الاصل، اي ان مذيع الشرق لم يتجنوا عليك. السيده وفاء منصور هي من ادخلت رمضان عالم التمثيل. وأقول لك يا سيادة المستشار، لقد بلتنا أختك ببلوى سودة، وكانت سببا في انتشار قلة الاحترام والبلطجة في المجتمع المصري من خلاله. تلك هي الحقبة وهي الحقيقة. ولا أنت شايف رمضان اللي بيرقص على المسارح حليق الصدر والجسم كالنساء، وهو يرتدي بلوزة نسائي شبيكة شفاف، أنه رجل مصلح تحبه وتقدره؟ هل هناك فرق بين سما المصري ومحمد رمضان يا سيادة المستشار؟ قول ما تخافش، قول وقابل ربك بكلمة حق. مرتضى منصور الذي رأيته حين خرج من السجن أول مرة، أظن من 13 سنة، رأيته مع معتز الدمرداش ممسكا بالقرآن معاهدا الله أن يسلك الطريق القويم، وأنه قد تغير. المشكلة أن التغير هذا لم يدم أيام ثم عاد، أم أنهم أعادوه رغما عنه، أم أن مصر حقا لا تستطيع أن تعيش بها إلا إذا تحليت بهذه التعبير والألفاظ وفضح سرائر الناس وخصوصياتهم. مرتضى منصور تصدى لأحمد دياب، ولعلهم لو لم يشهروا به وينشروا العهر المسجل ويوقفوا مرتضى منصور، لعله قد أنقذ أحمد رفعت من القتل. ده عايز شاب محترم، واللي قال عليه أنه كان بياخد منشطات ده كذاب. ايه الغلبان؟ وبعدين بتقول لي اصل واحد يقول لك اصل القلب بتاعه كان ضعيف، ما كان بيلعب في الزمالك وكان من احسن لعيبه. الولد ولد حساس، زي ما ناس كتير قالت ان هو يمكن هو مات اول مره، هو رجع الى الحياه عشان يشاور، وشاور. بس للاسف في ناس بتشوهه، مش احمد رفعت اللي مات، الوفاء هو اللي مات. ما تقوليش جيش، جيش ايه؟ جيش ماله؟ رحم الله أحمد رفعت. نعم أيوة حصل، الجيش هو السبب يا معالي المستشار، بس أنت خايف تقول الحق هنا. طلائع الجيش وحكايته مع أحمد رفعت ورفض الولد اللعب فيه وسجنه وبهدلته 6 شهور هم اللي قتلوا أحمد رفعت. الإهانة قتلته، مش محتاجة تحقيق. الجيش هو اللي قتله. لما الجيش يسيب لعب الكرة ويلعب على الحدود ويحافظ على شرف مصر يبقى جيش، ومحدش ينفع يقول عليه غير انه جيش. لكن غير كده انت خايف تقول الحق على الهوى. قول للجيش ابعد عن الرياضة، ابعد عن السياسة، ابعد عن الاقتصاد، سيب كل دول لاصحابهم وتفرغ انت للي بتعرف تعمله، حماية الحدود. ملعون ابو الملحد. للي كاتب الملحد. ايوه. لاخو اللي كاتب الملحد، الواد ابو رقبه ده. تمام؟ هو مين دمر تكوين؟ المستشار القضيه. انا دمرتها، عملت قضيه زنقتهم. قلت لوزيره التضامن فين الترخيص؟ انت بتدي ترخيص لكفار؟ خلي بالك ثانيه واحده. ووزيره السياحه اللي مشت، انت بتدي المتحف لكفار؟ رحنا المحكمة، محامي الدولة قال ايه؟ انا ما اعرفش مين قال لي، حدش دام تصريح. تسمع عنهم حاجة تاني؟ لا لا فعلا دمروا. ملعون ابو ابراهيم عيسى. يا ايها الناس، هذا موضع يحب الله ان يرى فيه الجهر بالسوء. ملعون ابو الملحد لابو ابراهيم عيسى، اللي كتب الملحد لاخو اللي كتب الملحد مرتضى منصور، هنا يصدح بالحق في موضع يحب الله ورسوله ان يرى الرجل يصدح بالحق. مرتضى منصور كان سببا في انكماش ثم تدمير تكوين للإلحاد قضائيا، ولكننا كنا بفضل الله السبب في تدمير تكوين للإلحاد إعلاميا. في النهاية كما في البداية أضع أمامكم ما قاله مرتضى منصور عنا نحن مذيعي قناة الشرق. بيناتشي، مين اللي عمل شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد بايدن ونتنياهو وجالنت اللي هو وزير الدفاع وابن غفير ابن الكلب ده، ابن الكلب صهيوني ابن الكلب،
في ومين اللي بعت للمحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل كل الفيديوهات اللي فيها إبادة للشعب الفلسطيني؟ بس عشان أنا مرتضى منصور وأنت إعلام كارهني ما بتقولش أنا عملت ده. يعني شوف قناة الإخوان، جنوب إفريقيا، شفت جنوب إفريقيا يا ابني الكلب يا واطن أنت وهو يا اللي هربانين برا. أول واحد عمل شكوى للمحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية أنا. حضراتكم ابن الكلب منه له اللي هربانين برا هم إحنا مذيع قناة الشرق الذين كان من الممكن أن يظلوا في مصر مقطوع اللسان متداس عليهم بأقدام حضرة الضابط. فهل حضرتك ترانا أبناء كلاب لأننا نقول ما خرس إعلام مصر الرسمي عن الحديث عنه؟ يا سيد مرتضى، كل الجرائم التي ارتكبت في حق مصر وضعت على هذه الشاشة قناة الشرق قبل أن تسمع عنها أنت، وكثير من الحقائق عرفتها أنت من هذه القناة. نحن لسنا أبناء كلاب ولكن أبناء رجال علمونا أن لا نسكت عن الحق وأن ننصره. هل تعلم يا سيد منصور أن أبي الذي نعدت بالكلب كان من حفظة كتاب الله وكان خريج الأزهر 1941، وأنه رحل عن الدنيا يوم الجمعة أول أيام رمضان بعد أن أقام الليل ودفن صائما؟ عرفت أين ستذهب كل حسناتك أيها السيد المصري ابن المرحلة مرتضى منصور؟ وهذا مجد عبد الله يحييكم. من غير قلم ورصاص أو ريشة أو ألوان، من غير ما فتش في النفوس أو أقلب الأحزان، أنا كلمتي منكم، أنا مهنتي الإنسان، ماشي وباحث وراسم رسمة كروك وظل، خارج حدود الوطن باحث في كل زمان، الأرض دي أرضي، الأرض دي أرضي، الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي.